اكرم القيسي منو اللي لزمتها الحكومه اللي اعتقلوه؟ اكرم الق... شبح أكرم من القيسي الفضاء. بسيط، رجل بسيط لا يجيد القراءه والكتابه، وهو منتمي الى الحشد في العظام، وبالتالي قريب جدا ايضا من ميليشيات. وين منتمي من الحشد؟ لا 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 لا, 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 لا. هاي معلومة لا تظل بيها الرأي العام استاذ عبد القادر ارجوك. لا عزيزي جاب على السيد حيدر، بس خليك كمل جملته والرد. تفاصيل بالدقيقة. اعرف حتى سكنه وداره في شارع السكلات قرب مسجد المصطفى، وهو يداوم في حشد العقام ذهابا ايابا، ومن اعتقلته ميليشيات حزب الله وليست الحكومه، ومن سربت صوره وكاله الصابرين وليست الحكومه. والى هذه اللحظه اقول لك ما تسالون، جيبوا في حلقه واحده جيبوا المتحدث باسم وزاره الداخليه يقولوا لي ليش ماذا لم تعلنون على انه من اللي يجيبه؟ من اللي يجيبه؟ يلا من اللي يجيبه؟ الرابعه خلي الاعلام تسالهم ليش ما لا انت هاي معلومات يعني من لك عندك تواصل وياهم؟ إن صحت هذه المعلومات فأنتوا دا تنكرون تنسيب أكرم القيسي لكم سيد حيدر. لا عزيزتي لا، أولا خلي أقول لك فد قضية. لا لا أكو قضية مهمة ذكرتها، قضية أنه كتائب حزب الله هذه المقاومة الشريفة التي دافعت عن أرض العراق تحاول أن تعطي صورة ذهنية غير حقيقية، هؤلاء يدافعون عن الأرض وانطوا سيل كبير من الدماء والشهداء. جنابك ما شاركت لا بمعركة ولا عرفتك في يوم من الأيام دافعت عن أرض العراقية، هذا جانب ما له علاقة بشخصك. لكن خلي أقول لك في القضية مهمة يا عزيزي، أنت تصور أنت تصور ظافر العاني قال للإرهاب من مين إجى؟ اسأل ظافر، اسأل القادة السنة مالتك قول لهم من مين إجى الإرهاب؟ الإرهاب في مناطق سنية.